جي دسانسير ليس عالم براكين عاديا. هذا المستكشف المتحمس الذي كان يستكشف براكين العالم منذ 40 سنة خلت يصطحب اليوم السياح إلى أقرب موقع ممكن من فوهات البراكين الناشطة. سينصبون مخيما على أحد أكثر البراكين وعورة، الأرت ألاي، واحدة من بحيرات الحمم الأربع على سطح الأرض، ثم على بركان دالول الفريد في نوعه والصعب توقع هيجانه. المكان المقصود شمالي إثيوبيا والشق القاري العظيم في شرق أفريقيا، الخط الجغرافي الملتوي العظيم الذي يقطع أفريقيا مسافة 7500 كيلومتر. في قعر هذا الخندق الضخم قشرة الأرض ممزقة شطرين مفترقين من جراء ظاهرة الشد بين 3 صفائح تتباعد فيما بينها وتقسم أفريقيا. إن منخفض عفار في الجزء الشرقي للشق يشار إليه بالساخن بسبب نشاطه البركاني الكثيف. إن موقع إرت ألي الأسطوري هو البركان الوحيد دائم النشاط في هذه المنطقة. إن رحلات الفريق تتجه إلى قلب منخفض الدينكل، وهي منطقة مدفأة بالمهل العجينية في قشرة الأرض والنطاق الأكثر اختلاطا وفوضى جغرافيين في العالم. إذن بركان إرت ألي هو في منخفض الدناقيل، إنه هنا بالتحديد وليس بركانا واحدا، إنه يدعى سلسلة الإرت ألي، والإرت ألي هو كل هذا، ولكنه البركان الأكثر أهمية لأن لديه بركة حمم دائمة الهيجان في ذروته. نحن الآن ندخل صحراء عفار، ومن الآن فصاعدا سنكون منعزلين تماما، وعلينا فقط الاعتماد على أنفسنا. وعندما أقول ذلك فإنني أعني الواقع. منذ سنوات كان هناك جيش من المروحيات التي كان بإمكانها المجيء عند الحاجة، الآن هذا الأمر قد مضى لأنه لا يسمح بذلك وهو مستحيل، لذا يكفي حصول الأذى الأكثر تفاهة حتى يغدو كل شيء في منتهى الصعوبة. فإن كان هناك كسر يتعذر إجلاء الشخص المصاب، وعلينا إسعافه بأنفسنا، مفهوم؟ عندما تمشون كونوا حذرين، فهناك حيات وعقارب وعناكب، هناك الكثير من الأشياء التي ستوقف مسارنا من هنا فصاعدا. أعني أنها مغامرة لأنكم لن تعرفوا أبدا ما تجدون عند أسفل المسار. إنهم يتجهون عبر صحراء عفار، وهي أكثر الصحاري جذبا على وجه الأرض وأشدها حرارة. هذه الصحراء قد خيبت دائما آمال المستكشفين، ومن بين الأمور الأخرى المخيبة تقاليد محاربي العفار الوحشية ومنها الإخصاء، إضافة إلى أن القرب من أريتريا يجعل هذا الجزء من العالم في غاية الخطورة، فلم يقبل شعب العفار بأن تنتهك أراضيهم وتتقسم، لذا الضغوط السياسية كبيرة هنا. في أول مرة وصل فيها جي عند أقدام الإرت ألي تحدى خطر السفر إلى المنطقة بمساعدة من مقاتلي العفار، اليوم هم يحترمونه ويقدرونه. هذا هو حفيدي واسمه جي، إنني أحظى بمتعة كبيرة مماثلة اليوم، ربما هي المرة 20 أو 30 التي آتي فيها إلى هنا كما فعلت في المرة الأولى، وبالقدر عينه، وما يجعلني سعيدا هو مشاركة الناس في حماستهم للرحلة. ومن قبل ذلك، جي، بما تشبه بحيرة الحمم؟ متى نستطيع الوصول إلى هناك؟ الإرت ألي كان البركان المفضل لهارون تازييف، الذي اعتبر الوصول إليه متعذرا بسبب انفراده الجغرافي وشدة حرارته وبيئته القاسية. الإرت ألي هو البركان الذي عليك بلوغه.
قبل أسبوعين كنا نأمل ونتمنى، الآن نحن هنا على أقدامه ونرجو أن نصل بعد 5 ساعات إلى فوق هناك على حافة بحيرة الحمم، نرجو ذلك. ومن أجل هذا التسلق يصطحبهم عدد من المرشدين والجنود. كونوا حذرين هنا لوجود انهيارات صخرية. نحو 3 صباحا بدأوا النزول إلى الفوهات العظيمة المنهارة التي تمتد بحيرة الأرتا ألي في أسفلها. تحت أقدامهم الحمم الباردة تتفتت وتزول، وهم يتبعون بحذر كبير خطى جي. نحن على بعد 100 متر من الفوهة، أريد منكم أن تبقوا هنا بعض الوقت، سوف أذهب إلى الحافة للتحقق من أن كل شيء على ما يرام. اخلعوا أقنعة الغاز وأبقوها في أيديكم، فسأعود إليكم بعد 5 دقائق. سأذهب لأرى هناك، ثمة مساحة حيث الأرض تبدو صلبة بما فيه الكفاية، ولكنها محاصرة بالغازات والوضع فيها غير محتمل، لذا سأتحقق من الوضع هناك، فلا بد من أن يكون المكان أفضل. عظيم، خيالي، إنه رائع. كنت خائفا من أن يكون هناك الكثير من الدخان، فلم أجد أيا منه. انظروا إلى هيجانه، هو خيالي. الأرتا ألي هي بحيرة حمم فريدة في نوعها، وكل علماء البراكين في هذا العالم يبغون المجيء والجلوس على حافتها ولو مرة في حياتهم. إن جي يأتي للتحقق من وضع الأرض قبل استقدام الفريق إلى هنا، فهو ينتقي نطاقا قليل التفسخ، فبحيرة الحمم تكون خطيرة بسبب انطوائها على مصادفات خطرة للتكسرات المتتالية. إن الهزات الثانوية الدائمة قد تتسبب بتداعي أجزاء كاملة من الجدران فتسقط تلك في بحيرة الحمم. نحن على وشك أن نصل إلى هناك، التقطوا أنفاسكم، سنصل إلى حافة بحيرة الحمم، كونوا حذرين. تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى هنا، انظروا إلى هذا، إن كل شيء يتداعى هنا، انتبهوا، تعالوا وانظروا، تعالوا. انظروا كيف تحرر غازاتها. كوني حذرة فاني. هل رأيتها؟ لبحيرة الحمم وجود فقط عبر اتحاد عوامل غير مؤكدة النتائج. هذه البحيرة هي كتلة ضخمة من مهل عجينية تحت القشرة الأرضية، يغذيها مصدر تحت الأرض وتمخضها التيارات. إن تلك المهل الحارة تصعد إلى سطح الأرض فتبرد ثم تعود فتغرق إلى الأسفل من جديد. إنه تيار النقل الحراري، أي انتقال الحرارة من جزء من السائل إلى جزء آخر، فيرتفع الحار منه ويهبط البارد. إنها عملية الانتقال الحراري. من أجل أن يستمر وجود بحيرة الحمم أعواما وأعواما، فإن الفيضان الحراري الذي تتغذى منه البحيرة عليه تعويض خسارته للحرارة عند سطح الحمم، حيث تتكون التقشرات فتعود تلك وتسقط إلى الأعماق. إنه لتوازن صعب وواهن. حالما يشوب هذا التوازن أي شائبة ستبرد البحيرة. ففي عام 2004 مثلا بقيت صلبة 20 شهرا. إن بحيرة الحمم تعتبر مدة وجيزة في حياة البركان.
لقد ولدت الإرتآلي تحت البحر وتدريجيا بنت نفسها خلال 4 ملايين سنة خلت تقريبا. إن أول ظهور لبحيرة الحمم في ذلك الموقع يعود تاريخيا إلى عام 1890، فلا أحد استطاع أن يكون هناك، ولكن الوهج الأحمر في السماء كان يلمح لوجود ظاهرة كهذه. وأول شخص راقب الإرتآلي عن قرب هو هارون تازييف عام 1960. بالنسبة إلى تازييف كان ذلك بحق حب حياته، نعم كان حب حياته إذ كان دائما هنا. لقد أنجز 5 رحلات ودامت كل واحدة 2 شهر، ولكن أهم من ذلك كله أنه كان أول من انتقل إلى الأسفل في الداخل. لقد أقاموا الروافع وذهبوا إلى تحت فوق مصطبة الفوهة، نحن على حافة سلسلة القمم، ولكن الحمم هي على بعد 80 مترا تحتنا. لقد نزلوا إلى تحت وارتدوا الثياب الواقية بالطبع. الفريق سيقضي ليلته على حافة الفوهة فوق بحيرة الحمم منفعلا بسبب شعوره بغليان الأرض تحت أقدامه. انظروا هناك، غالبا ما يأتي جي إلى هنا، إلى هذا المكان المذهل الذي لم يبح بكل أسراره حتى الآن. إنه مفتون بالنشاط وبالسحر المحيطين بهذا البركان العظيم الضائع في صحراء الدنكل. نحن على بعد 11 كيلومترا فقط من حدود أريتريا في منطقة تشهد فوضى سياسية وحروب دامية. من المستحيل المجيء إلى هنا من غير مرافقة عسكرية. أمضى جي الليلة كاملة قرب بحيرة الحمم، والفريق في مكان آخر قد نصب المخيم خارج ذلك المرجل للنوم 4 ساعات. هل كل شيء على ما يرام؟ هل أمضيتم ليلة جيدة؟ هل استطعتم النوم؟ انظر إلى المرجل، له شكل إهليلجي بمسافة 1800 متر عند أبعد نقطة من أحد مركزيه.
نعم إلى هناك، ونحو 750 مترا في ذلك الاتجاه. وهناك أيضا فوهتان، فوهة جنوبا وفوهة شمالا. إنها فعلا بحيرة حمم مميزة. إن حلم كل عالم براكين أن يرى الإرتآلي في يوم من الأيام. إنه يعد أكثر البراكين عصيا على بلوغه، وأنت رأيت أنه حقيقة. إنه صعب جغرافيا فيما يخص تأشيرة الدخول والمشكلات السياسية والحرارة، كل شيء صعب هنا. في النهار سيكون بإمكانهم نصب مخيمهم في المرجل على مجرى الحمم الباردة على بعد أمتار من الممر الرئيس الذي منه تفيض الحمم دائما. نحن هنا قرب وسط مرجل إرتآلي كالديرا. إنها كلمة برتغالية تعني المرجل أو القدر. في الواقع المرجل هو انهيار هائل للفوهة البركانية، يتطلب طفحا عارما يفرغ كل المهل العجيني أو جزءا منه من خزانه في داخل الأرض. إن غرفة المهل فارغة، ما من شيء يمسك سطح خزان المهل، لذا فالبركان يجوف نفسه وينهار ويشكل مرجلا. وهذا المرجل غالبا ما يكون بالحجم عينه لغرفة المهل. تخيل كم يكون كبيرا حجمه. تقدم هناك من الجنوب وحتى الشمال، وسيكون لديك 700 متر من الجهتين. استمرت الحمم عامين حتى ملأت المرجل كله وتصببت فوق الجنوب وفوق الشمال على منحدري البركان. الإرتآلي تعني الجبل المدخن. تقول أسطورة العفار على المرء عدم الاقتراب كثيرا من الذروة لأن أرواح رعاة الماشية تحيط بها مصحوبة بالخيول المجنحة التي تعترض كل داخل إليها. الفريق على بعد 90 مترا من البحيرة. إنهم يمشون على ألواح من الحمم التي غالبا ما تكون فارغة ورخوة. على حافة الفوهة هناك قطع كاملة من جدران الفوهة جاهزة للانقلاب. حيثما نمشي هنا فهو ينهار ويتكسر وتنغمس أقدامنا إلى الداخل. عليكم أن تكونوا حذرين. إنني مستمر في إبلاغكم ألا تمشوا متجاورين. لا تضعوا وزنكم على الألواح التي غالبا ما تكون فارغة. انتبهوا. أنا دائما سعيد فعلا بجلب الناس إلى هنا لرؤية الموقع الذي رآه القليل من الناس في هذا العالم. إنه فعلا موقع مميز. إنه بركان أسطوري، ذلك بأن كل شيء هنا لا يزال للاستكشاف. انظروا، انظروا كيف ينفتح. إنه ينفتح، انظروا. إنه رائع. إنها المرة 20 التي آتي فيها لأرى بحيرة حمم الإرتآلي، وعلي القول إنني ما زلت أشعر بالانفعال عينه. هل تعرفون عدد بحيرات الحمم على سطح الأرض؟ هناك 4، ومن الواضح أن هذه واحدة منها، الإرتآلي، ثم الإيريبوس، ثم نيراغونغو، ثم الهاواي.
إن تيار المهل الحارة الخفيفة يصعد ويفيض على سطح الأرض، ثم يبرد ويصبح أكثر وزنا فيغرق من جديد إلى الأعماق، حيث يذوب في باقي المهل العجينية في جوف الأرض. لا تنسوا أنها تتغذى من مصدر عميق، ألا وهو خزان المهل العجيني، وهو في الأسفل من خلال الشق. إن التيار الذي يفيض من اليمين بالإمكان تمييزه وفهمه بسهولة. إن المهل العجيني على سطح البحيرة تبرد، ولكنها لا تزال ساخنة ومطواعة، بحيث تتضخم تحت ضغط العصارة الطازجة التي تواصل فيضانها إلى السطح. في المرة الأولى التي وصل فيها جي إلى الإرتا ألاي من البر، لم يكن أحد موجود هنا منذ 10 سنوات، لأن الحرب القائمة بين إثيوبيا وإريتريا جعلت أي وسيلة للسفر مستحيلة. وكان ذلك في يناير عام 2001، فلم ينم طوال 4 أيام من أجل الوصول إلى البركان المذكور. لم أكن أعرف منطقة عفار قط، ولا الصدع الأفريقي العظيم، وأردت التعرف إليها. وددت أن أعاين العفار، الكتاب الجيولوجي العظيم، وبالطبع بحيرة الحمم الإرتا ألاي. أنا أعشق رؤية هذا البركان، لقد رأيته يتغير، لقد شاهدته، لقد رأيت بحيرة الحمم في مستويات عدة، ورأيتها في أحوال مختلفة. وما يجعلني سعيدا فعلا هو أن أعود لرؤية ذلك البركان مرارا. اتركوا بعض المسافة فيما بينكم، إنه موقع خطر. هنا هذا الجزء كله جاهز للانزلاق إلى تلك الفوهة هناك. هذا سيختفي أيضا، وذلك يحدث عادة في لحظة. هناك انفجار، إنه يشبه الانفجار. إنها فرقعة عالية وكل شيء يذهب. إنه تمزق. إنه تماما كما يسمع، صوت تمزق. ها هو جي يقرر أخذ الفريق إلى الطرف الآخر من المرجل إلى جنوب الفوهة. إن النشاط البركاني هناك محدود في غالبيته بغيوم من الغاز، ولكنه يشبه ضغط قدر على وشك الانفجار. في أسفل الفوهة عدد من أكوام الركام المدخن، وتتكون من كتل من الحمم التي تتخثر لتكون أكوام الركام البركانية الصغيرة هذه. هذه البحيرة ظلت نشطة حتى عام 1987. عندما كان تزييف هنا، كانت الحمم على بعد أمتار عدة فقط تحت سلسلة القمم، ثم تصلبت لعدة أعوام، وبعد ذلك في عام 2004 عادت الحمم فجأة لأربعة أيام فقط. إن الوهج الأحمر في السماء كان يرى من فوق على بعد 80 كيلومترا، وهذا النشاط بإمكانه التوقف في يوم من الأيام. كونوا حذرين، فالأرض ملأى بعيوب الصدع. عادة ليس من المفترض أن نكون حيث نحن الآن. هناك رائحة خفيفة من الكبريت، إنه غاز الكبريت، ثاني هيدروجين الكبريت الذي تشبه رائحته رائحة البيض الفاسد. هذه أكوام رائعة من الركام المدخن، انظروا. يمكنكم ملاحظة سيلان مادة الحمم، فلا حاجة إلى الشرح، فقط ألقوا نظرة، انظروا كيف تجري. سيهبط الليل بعد بضع ساعات، لذا عاد الفريق إلى بحيرة الحمم الناشطة. هناك كهف في الأسفل، عندما ترتفع الحرارة سنتخذه ملجأ لنا. بدأت الغازات تزداد حدة بعض الشيء.
إن الغازات المتصاعدة من البركان في معظمها أبخرة ماء وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون وثاني هيدروجين الكبريت وغاز الميتان، ومن الغازات النادرة مثل الرادون. هنا وفي شمالي حفرة الفوهة وفي جنوبيها، فإن حمم بحيرتي الحمم هذه قد تسببت أكثر من مدة عامين منذ عام 72 وحتى عام 74، لقد تسببتا معا لعامين. كل جريان الحمم الذي نمشي فوقه وكل هذا كان يتوهج، ملأ المرجل بشكل كامل، ثم جرى إلى أسفل عن حافة البركان إلى منحدريه الشمالي والجنوبي. فتخيلوا المرجل، إنه ضخم هنا، إنه هائل. فاني طالبة في الجيولوجيا، إنها تبحث عن شعر بيلي الجبل البركاني وإله النار والقوة والخلق. إن شعر بيلي هو الاسم الذي أطلق على الجزئيات الرائعة من الرماد الساخن المنتشر في الهواء والمنتجة تلك الأسلاك الدقيقة التي تشبه الشعر. هنا لا قيمة للوقت، هنا أشعر وكأننا دائما في يوم ولادة العالم. أحب أن أعود إلى هنا منفردا كما كنت دائما أفعل في بعض البراكين بمفردي تماما، فقط لأستمتع بالشعور بالارتياح، ولكن ذلك مستحيل، لأنه مع صعوبات النقل كلها، فأنت لا تستطيع القدوم وحيدا، فما الذي يمنع تقدمي نحو بركان ما؟ إنه وقوع القذائف قريبا جدا، أو عندما يقترب فيضان الحمم كثيرا، والحق أنني دائما أحاول أن أدفع الأمور إلى أبعد حد، ولكن ذلك الحد لا يكون سهل الإيجاد دائما. أعشق أن أدفع الأمور إلى أقصى حدودها، إلى حيث بالإمكان الخروج منها بعد. أنت تلعب مع البركان، تذهب أقرب بعض الشيء، تتراجع ثم تعود فتقترب، ثم تصبح الأمور لعبة. إنها لعبة قد تصير خطرة، لذا عليك الانتباه، عليك أن تكون متيقظا. هل تستطيعون الشعور بالحرارة؟ لكن لا تقتربوا كثيرا منه، ابقوا هنا. من بين البراكين الستمائة الناشطة على سطح الأرض، هناك أربع بحيرات حمم دائمة فقط، وبحيرة الحمم هي قمة عمود من المهل العجينية المعرضة للهواء الطلق. إنها لمحة مما يجري في باطن الأرض. بحيرة الحمم هذه متصلة بشكل دائم بحجرة المهل العجينية العميقة إلى حد الكيلومتر تحت أقدامنا. في إمكان جميع البحوث أن تقام حول بحيرة حمم، والآن بفضل ميكروفونات مركزة في أقرب موقع ممكن للبحيرة، يستطيع العلماء قياس ضغط فقاعات الغاز التي ترتفع من حجرة المهل العجينية والتي تنفجر على سطح البحيرة. ففي الإمكان هكذا حساب عمق شعاع ثوران البركان وحساب قطره في أوقات مختلفة. من المشوق استحاب مقياس للطبقات وقياس المستوى المضبوط لبحيرة الحمم. تستطيعون ملاحظة ذلك بين النهار والليل.
فهناك فرق من بضعة أمتار، ولربما هو متران أو ثلاثة. إنها تقلبات منظمة كل ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات. إنها مشوقة، فالتصوير الفوتوغرافي من الجو مهم أيضا، لأنكم تستطيعون رؤية التغيرات جانبيا لكلا الأنبوبين. هناك انهيارات وهناك انخساف وهناك أيضا انتفاخ في سطح الأرض، ارتفاعه بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار أيضا، وذلك ما يحدث. إننا لا نعرف كثيرا كيف تعمل بحيرة الحمم أو ما يمكنه أن يستمر في تعليمنا أكثر منها، فنحن حقا لا نزال في البدء هنا. هناك كثير نتعلمه لنتعلم بحق ماذا يجري في داخل بحيرة الحمم. فالسبيل الأوحد لذلك هو الهبوط إلى داخل حجرة المهل العجيني. هنا سماكة قشرة الأرض رقيقة نسبيا، يعتقد أنها أقل من 5 كيلومترات، لذا قد تكون المكان الأفضل للذهاب إليه داخل الأنبوب لبلوغ خزان المهل العجيني ورؤية ما هو أبعد في الأعماق وما يجري في داخل الشق. يا له من حلم. إن المغامرة مستمرة في البركان دالول الذي يمتد في منخفض عفار. ينزل الفريق إلى عمق 130 مترا تحت مستوى البحر إلى أكثر الأماكن خطرا في صحراء الدانكل. هذه المساحة من الأرض الممزقة في كل الاتجاهات بفعل التواءات القشرة الأرضية. لقد بلغنا ساحة مورد المياه في الدناقيل، لذا كونوا حذرين. ودعوني أذكركم، الدناقيل عمليا تعادل ثمن مساحة فرنسا، لذا المياه هنا باهظة الثمن. أعرف أنه مر علينا أسبوع ولم نستطع الاستحمام، ولكن يمكنكم الاغتسال برفق قليلا بأيديكم. هذا كل شيء. راحت الحرارة ترتفع ارتفاعا غير محتمل. من الآن فصاعدا على كل عضو في الفريق أن يشرب على الأقل غالونا و74 جزءا من 10 من المياه يوميا. فالفريق الإثيوبي قد حمل ما يكفي من المياه، لأنه بعد نقطة المنتجع هذه لن يكون هناك مصدر للمياه. ها هو الفريق يبدأ رحلة غير محددة في أكثر الصحاري عداء وحرارة على وجه الأرض. لقد اقتضى الأمر يومين شاقين من السفر في قوافل الصحراء لبلوغ واحد من أصغر البراكين على وجه الأرض وأغربها. هو دالول المنتصب في وسط بحيرة الملح الهائلة. بغير الأحمال فإن القيادة على أرض غير مستقرة يمكنه أن يكون خطيرا جدا. توجد بحيرة كاروم تحت مستوى البحر ب 120 مترا، تتراوح سماكة الملح من 900 متر إلى 1800 متر في بعض الأماكن. تكونت بحيرة الملح هذه نتيجة غزوات للبحر على المنطقة. تقول الأسطورة إن الشيطان وحده يستطيع أن يعيش هنا على بحيرة كاروم، لأن المكان شديد الحرارة، إنه ملتهب. لا شغل لنا هنا.
والله تاكي تاكي ابو كوكسان يفضى تاكي يجمع بدو عفار الملح من كاروم ليلا عندما تكون الحرارة منخفضة، ومع ذلك تصل إلى 52 درجة مئوية. لن يستطيع الفريق الوصول إلى دالو لليوم، القيادة ليلا خطرة، وهم على بعد 8 كيلومترات من الحدود من إريتريا حيث الحروب الطاحنة. لقد اقتربوا من بركان دالو المنتصب في وسط بحر الملح المتجمد هذا. هل ترون أمامكم دالول؟ أخيرا دالول. يمكنكم ملاحظة أنه ليس بركانا تقليديا، فنحن معتادون رؤيته بمخروطه ذي 45 درجة وبخيته الدقيق من الدخان. هذا هو دالول. لقد ولد دالول بفعل الضغط البركاني، وقد تهدم بفعل التحركات التكتونية التكوينية التي تغير ملامح الأرض جغرافيا، فقد تآكل بمياه الأمطار وقد نحتته العواصف. دالو الأرض دائمة التكوين ودائمة الحركة. دالو ذو قبة بيضاوية بطول 3 كيلومترات واتساع 1.5 كيلومتر وعلو 40 مترا. قمته على عمق 83 مترا تحت مستوى البحر. إنه بركان فريد ومميز. لشرح تكوينه استنتج العلماء نظرية انفجار جيب من المهل العجينية على عمق ضحل. انظروا إلى طبقات الملح هناك، تستطيعون شم رائحة الكبريت هنا. الميزة الوحيدة التي يشترك فيها دالل وباركين الكرة الأرضية هي أنه على قائمة الفوهات الناشطة. هذا المنحدر كان ناشطا السنة الماضية وقد توقف، ولكن نشاطه قد تحول إلى الوراء، لذا تبلور الملح مكعبات باللور وتستطيعون رؤية ذلك. انظروا، هذا الظل الزهري بإمكانه أن يكون أكسيدات وهيدرو أكسيدات من الحديد الذي يلون باللورات الملح. هل تسمعون ذلك؟ كونوا حذرين، نستطيع السقوط فيه. هو ليس انطباعا، اتركوا مسافات فيما بينكم. يتقدم جي بحذر، فبعد استكشافه البراكين أكثر من 40 عاما أصبح يعرف أن الخطر محدق وغير منظور ومباغت. مع الرطوبة فإنه من الجنون المجيء إلى هنا. انظروا، هناك واحدة. انظروا، إنها بركة صغيرة من الحامض، لا تقتربوا منها كثيرا. إنه الجزء المفضل لدي من بركان دالول. سترون أنه دالول. نحن على كوكب آخر، كونوا حذرين. كل شيء هش هنا، لا تضعوا أرجلكم فيه، إنه الحامض. فلنفحص عيار البي اتش لهذا الحامض، أموافقون؟ نعم، انظروا إلى ذلك، إنه لون الهواء الذي نتنشقه، إنه حتى الآن بي اتش 2.
نعم، فلا داعي إلى تركه في الداخل وقتا طويلا. إنه واحد، أقل من واحد، إنه حامض صرف. تذكروا أنه هش. انظروا، انخفضوا، انظروا إلى سماكته، إنه لا يتجاوز 5 مليمترات. احتفظوا دائما بأقنعة الغاز بين أيديكم، الخطر غير معقول هنا. منذ 2 كان لجي موعد مع الموت عندما ركع من أجل صورة فوتوغرافية. الغازات بغير رائحة ولا لون، وهي كثيفة ومميتة. كل هذا الحامض هو الماء الذي تحمض بفعل احتكاكه بغازات المهل العجينية تحت قشرة الأرض. تتصفى الأمطار الغزيرة في يوليو وأغسطس إلى أسفل عبر التشققات العديدة المتكونة بفعل النشاط الجيولوجي الكثيف، ففي رحلتها إلى الأعماق تصبح ثقيلة بالمعادن التي تخترقها، مما يضفي عليها ألوانها. وعلى عمق 4000 كيلومتر تتصل بالمهل العجينية وتبدأ بالغليان وتتحمض، ثم تعود إلى السطح عبر الينابيع الحارة التي تتفجر عبر طبقات من الملح فتتبلور وتتصلب. أريد أن أرى مواقع غير معقولة قد عاينتها قلة قليلة من البشر، ودالول قد بدا لي كالمستحيل. دالول كان تحديا، أردت مشاهدة دالول بالتحديد لأن الناس ذكروا أنه مستحيل. إنه مكان رائع، لكنه واحد من أصعب الأمكنة كمقصد. دالول هي قبة من الملح قد أنشأتها قوى بركانية. إن الصخور التي تخرج من دالول هي صخور هيدروكيميائية، إنها خليط من صخور هجينة وليست فيضانات حمم. دالول ليس بركانا تقليديا. على الرغم من المظاهر إنه بركان ناشط. نبلغكم أن الفوهة هي في مكان ما هناك، وأن آخر ثورة قد حدثت في مكان ما هنا، فلسوء الحظ لا نعرف. لقد طمر بعض النشاط الحراري الجوفي الذي ألقى عليه كل هذه المتحجرات. إن صخور ترافرتين، تلك الأحجار الجيرية، قد نشأت في كل مكان وقد غطت الفوهة، وفي كل سنة أجد مواقع مختلفة. إننا في منطقة توترات عارمة تسبب صدوعا وتشققات منفتحة، والماء يدخل هذه التشققات في كل مرة ثم يرتفع. إنه يختار المسلك الأسهل، وإذا ما حدثت تشققات أخرى في أماكن أخرى فالماء يغير مجراه، وهذا ما في الأمر. لقد رأيت بحيرة هنا طوال سنة، تطلب السير حولها 2 ساعة تقريبا. كانت بحيرة حمضية مثل هذه. هنا في غضون 2 أو 3 أسبوع لن يعود أي شيء موجودا. ابقوا على مسافة كافية بعيدا عن كل تلك البرك الحمضية، اتفقنا؟ تعالوا لتروا، إنه رائع. لا أحد يدرس دلل، من المستحيل قضاء أي وقت هنا، فالعرق يتحول إلى حامض ويصبح مؤذيا للبشرة وللعينين. الهواء المشبع بالحامض غير محتمل ويدخل الأنف والفم، كل ذلك بأرقام قياسية للحرارة التي بإمكانها أن تصل إلى 58 درجة مئوية في الظل. ليس له مثيل في العالم. دالل تعني الذوبان، اسم على مسمى، وهذا الموقع المستحيل التصنيف. البقاء هنا وقتا طويلا يعرض المرأة لصعوبة لا تصدق، بسبب الغازات التي نتنفسها والحرارة غير المحتملة والأحوال الجوية والهواء الجاف والأرض دائمة التفسخ والتحول. فهناك عمليا تصحيحات تكتونية كل الوقت، إنه نطاق دائم التجدد والتكوين.
en création permanente. نحن هناك نسمع المياه ولكننا لا نراها، ونحن نسمع الحامض ولكننا لا نراه. لا، بل يمكننا رؤية ذلك. انظروا، هذه هي خيوط الدخان، إنها الغازات. إنه قوي هنا، أليس كذلك؟ إن هذا النطاق بكامله معرض للجفاف. إن الحامض المركز تركيزا تصاعديا لا يكاد يكون منظورا، لأنه مختبئ في أسفل طبقات الملح المتبلور، والهواء أيضا يتشبع بتشبع تصاعدي من ذلك الحامض. ففيما ترتفع الحرارة كل هذه البرك الصغيرة تجف، وكلما تواجد الماء في الأعماق تواصل النشاط في دلل، وحالما تتبخر مياه الأمطار التي تتساقط على النجود المرتفعة ينتهي كل شيء. انظر يا رومان ما تحت قدميك، هو فعلا لا يصدق. إنه فعلا رباط من الحجر. الملح هو حجر، إنه معدن. دلل هو الحصيلة غير المعقولة الناتجة عن التفاعل بين علم المياه وعلم البراكين. المهل العجينية هنا تمتد على عمق 3000 متر، وبالنتيجة الفيضان الحراري ذو أهمية بالغة. تذكروا أن عليكم المحافظة على المسافات فيما بينكم من أجل توزيع الوزن، لأن الأرض هشة. توزعوا قليلا. لا تنسوا هناك حامض في الأسفل وهو حار. الحرارة ترتفع بسرعة. لقد حصلنا على 60 أو 70 درجة. حمض نقي في 70 درجة. إنه فعلا عدائي، ابتعد عنه. لقد عين جي نطاقا جديدا من النشاط البركاني على بركان دلل، مما قد وجد فقط منذ أسابيع قليلة على بعد 10 دقائق عن البركان الرئيس. الأنواع الخطيرة مختلفة، فعلى بركان تقليدي ذي فيضانات حمم أو مقذوفات انفجارية لن تستطيعوا السيطرة، ولكنكم تتفهمون الخطر. المشكلة هنا هي أنكم لا تتفهمون الخطر لأنكم لا تعرفون أين يكمن. أنا أعشق المجيء لرؤية بركان دلل لأنني أعرف أنني في كل مرة سوف أكتشف مواقع جديدة وسأتعلم شيئا جديدا، ولكنني أخشى دائما اصطحاب الناس إلى هنا، فدلل هو الجنة والجحيم معا. يقول شعب عفار إن دلل أشبه بجهنم. الفريق يغادر مركز دلل لبلوغ النهاية الشرقية للفوهة. هناك أيضا ينتظرهم مشهد مفاجئ. نحن لا نزال على البركان، ولكن ما من نشاط هنا. لا تكسرات ولا غازات ولا حمم مقذوفة، ويبقى دلل لغزا. على الرغم من الظواهر لا نزال على بركان دلل. هذا النطاق كله مختلف، هو مليء بالأودية ذات الجداول. إنه شبكة من الممرات والمجازات، حيث تلك الأودية تتفرع في كل اتجاه. إن قمة ضاربة إلى البياض صامدة للماء، مصنوعة من الأنهيدرايت أو الحمض بغير ماء والجص والصلصال، قد حفظت طبقة الملح الجوفية من التآكل، وتجرف الأمطار معها الملح باستثناء ذلك الذي يمتد مباشرة تحت تلك القمم. تدرس الآن إمكانية إنشاء متنزه وطني من أجل حماية هذا المركز الفريد الذي حتى الآن يبلي بلاء حسنا في حماية نفسه بنفسه.
فأنتم تقتربون من دلل وتغادرونه بالطريقة عينها على رؤوس الأصابع. إن رحلة الفريق إلى الفردوس الجيولوجية شارفت على نهايتها. إنهم يغادرون هذا الركن العجيب من العالم حيث تتكون الأرض أمام أعيننا.